أعزائي الطلاب، مرحبا بكم من جديد. إن شاء الله بنستكمل مع بعض درس التنوع في الكائنات الحية. المملكة رقم 3 عندنا هي مملكة الفطريات أو كينجدوم فانجاي. أهم خصائص هذه المملكة إن هي غير ذاتية التغذية لعدم وجود بلاستيدات خضراء. طبعا الفطريات إما إنها بتكون وحيدة الخلية زي فطر الخميرة كده، أو بتنمو في صورة خيوط متشابكة. الخيوط دي بتسمى الهيفا، ولما بتتداخل الخيوط وبيبقى في نمو كبير بيطلق عليه الغزل الفطري أو الميسيليا. الجدار الخلوي للخلايا الفطرية غالبا بيتكون من مادة الكيتين، والخيوط الفطرية إما إنها بتكون مقسمة أو غير مقسمة. أول مجموعة عندنا من الفطريات هي مجموعة الفطريات الأسقية أو الزقية. هناخد أول مثال عندنا فيها اللي هو فطر الخميرة أو السكاروميسيز. وطبعا فطر الخميرة ده فطر وحيد الخلية، بيتكاثر لا جنسيا إما بالتبرعم أو بالانقسام المستعرض. يعني إيه بالتبرعم؟ يعني فوق الخلية الأم بيبدأ ينمو خلية جديدة، وهذه الخلية الجديدة ممكن ينمو فيها خلية تانية وهكذا. دي كلها بنسميها براعم. ممكن البراعم دي تظل متصلة بالخلية الأم لفترة أو ممكن تنفصل عنها. والخميرة بتتكاثر جنسيا أيضا بالتزاوج. طبعا بالانقسام المستعرض معناه ان الخلية بتبدأ تنقسم او تنشطر الى خليتين. المثال الثاني عندنا اللي هو فطر البنسيليوم. طبعا الفطر ده من الفطريات المترممة واللي بتسبب فساد وتعفن المواد العضوية اللي بيترمم عليها. بيتكاثر جنسيا بالتزاوج ولا جنسيا بتكوين الجراثيم او الابواغ الكونيدية. زي ما احنا شايفين في الشكل التوضيحي ده، الغزل الفطري بيكون مقسم الى خلايا، وايضا الحامل الكونيدي بيكون مقسم الى خلايا وبينتهي بالذنيبات. وهذه الذنيبات بتحمل سلاسل الجراثيم الكونيديه اللي بتكون مرتبه في صوره تعاقب قمي. تعاقب قمي يعني الجراثيم الصغيره الغير ناضجه لاسفل، والجراثيم الكبيره الناضجه بتكون في اعلى سلسله الجراثيم. طبعا هذه الجراثيم الناضجه بتبدا تسقط على الماده العضويه اللي بينمو عليها الفطر، وتبدا تعطي خيوط جديدة وهكذا. المثال الثالث عندنا اللي هو فطر الأسبيراجيلاس، وده من الفطريات المترممة أيضا واللي بيسبب تعفن وفساد مواد عضوية مختلفة. طبعا هذا الفطر يتكاثر جنسيا بالتزاوج ولا جنسيا بتكوين الأبواغ الكونيدية. الغزل الفطري هنا بيكون مقسم إلى خلايا، وبيبدأ الحامل الكونيدي ينمو وينتهي بالحوصلة اللي هي عبارة عن انتفاخ، بيحمل العديد من الذنيبات اللي هي بتحمل سلاسل الجراثيم الكونيدية اللي بتكون مرتبة في صورة تعاقب قمي. بعد كده بناخد القسم الثاني من الفطريات، وهو قسم الفطريات التزاوجية. هناخد مثال عليه اللي هو فطر عفن الخبز أو الريزوبس. طبعا فطر الريزوبس أو عفن الخبز ده من الفطريات المترممة اللي بتسبب تعفن الخبز والمواد النشوية وبعض أنواع الفواكه، لأنه بيترمم عليها. الغزل الفطري بيكون غير مقسم زي ما احنا شايفين كده في الشكل التوضيحي ده. الغزل الفطري هنا غير مقسم إلى خلايا. طبعا الخيوط الأفقية بيطلق عليها الرئد. عند مناطق معينة في الخيوط الأفقية بيبدأ تنمو الحوامل الجرثومية الأعلى، وعند نفس النقطة بتنمو أشباه الجذور إلى أسفل. طبعا أشباه الجذور دي بتبدأ تتغلغل في المادة العضوية اللي بينمو عليها، وبتفرز الإنزيمات علشان تحلل هذه المادة إلى مواد بسيطة يمكن للفطر امتصاصها. الحامل الجرثومي بينتهي بانتفاخ داخل الحافظة الجرثومية بيطلق عليه العويمن. طبعا الحافظة الجرثومية لما بتنضج الجراثيم فيها بتبدأ تنفجر، وتسقط هذه الجراثيم على المادة العضوية وتبدأ تنمو وتعطي خيوط جديدة. طيب دلوقتي هنستعرض مع بعض الأشونات. والأشونات أو اللايكنز دي عبارة عن شكل من أشكال المعيشة التكافلية، لأن بنجد إن الأشون بيتكون من فطر بيتبع الفطريات الزقية، وبيتحد مع أحد الطحالب اللي هي الخضراء أو البكتيريا المزرقة، وبيعيشوا مع بعض في صورة تكافلية. كل كائن بيفيد الآخر وبيستفيد منه. الأشونات بتوجد في ثلاث أشكال، إما إنها بتاخد الشكل القشري فبنسميها أشونات قشرية، أو بتاخد الشكل الشجيري فبنسميها أشونات شجيرية، أو بتاخد أشكال ورقية فبنسميها أشونات ورقية. طيب هنتوقف هنا وإن شاء الله بنستكمل في جزء آخر.